هنعمل الفول بالطحينة. عندي الفول المضروب كويس قوي، عندي الطحينة، الليمون، الكمون، وقرن الفلفل الحار. أول حاجة هعملها هجيب الزبدة الجميلة بتاعتي وهحط حتة منها كده. طعمها أو ريحتها أول لما بنحطها على طول بتدي ريحة جميلة جدا، لما نضيف كمان الفول بتبقى روعة كده بقى. أيوة بصوا 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 بقى الجمال، بصوا الجمال، الله الله الله. وهنحط الطحينة، وهسيب الطحينة شوية، وهحط الليمون، هنحط الكمون، وهنحط الشطشطة بتاعتنا. حابين مش عايزين تشطشطوا بس عايزين تدوا كده طعم لذيذ، ممكن تحطوا البابريكا اهو. وصفة جميلة سهلة سريعة، تدميس الفول احنا عملناه مع بعض، فعرفنا خلاص الفول البيتي الحلو بيتعمل ازاي، اللي لونه بيطلع جميل جدا كده اهو كده. بصوا بقى الحلاوة، يا سلام يا سلام يا سلام. وصفة ولا أسهل ولا أطعم ولا أحلى منها، وهزود شوية ليمون كمان عشان الطحينة لما إيه بتتحط إحنا بنبقى عارفين الطعم أهو. بس كده سخن معايا، نجيب بقى طبق التقديم طبعا بقى مع السلطة الحلوة بتاعتنا، المخلل الحرش الجميل، العيش البلدي أو الشامي اللي بتحبوه. وإيه هننزل الفول اهو، هنسيب الفول كده، لا يمكن، نديله بقى ايه تاتش الطحينه اللي احنا عاملينه بيه، احنا عاملين فول بالطحينه، اثبت اهو كده بقى، نديله ايه لفت الطحينه الحلوه بتاعتنا اهو كده عليه، ومع رشة الزيت الزيتون اللي انا دايما بفضله مع الاكل اهو كده، ورشة زيت زيتون خفيفة لذيذة كده. وايه يلا